السلام عليكم، يا اهلا بيكم. النهارده في حلقه جديده من احلى اكل، اكيد ان شاء الله في احلى اكل، ولكن كالعاده كل يوم اربع مش انا اللي بطبخ بصراحه، حبايبنا وضيوفنا بينورونا كل اسبوع بحضراتكم، وحسب يعني يوم يكون مثلا عندنا امهاتنا وحبايبنا ربنا يديهم الصحه ويكرمهم دايما، وفي اكيد طبعا في ابهاتنا بينورونا كل حاجه، ولكن في عندنا يوم تاني لاولادنا وحبايبنا ربنا يحميهم، وعندنا يوم كمان تاني لاخواتنا اصحاب المشاريع، وعندنا كمان يوم تاني وثابت دايما مع حضراتكم يا رب دايما، يوم قدراتنا الخاصه واولادنا وحبايبنا ربنا يحميهم. النهارده يكون معانا اخواتنا البنات مش مشاريع، لا تكون واحده فيهم بقى ما شاء الله خريجه، انا شايف النهارده عندي ما شاء الله كلهم خريج كليات، ولكن كمان هم مشاريع عرايس، فهنشوفوا النهارده ايه الاخبار في الطبق، كل واحده عندها ايه، كل واحده بتفكر ازاي في فكره المطبخ وتعلمت ازاي، وتعالوا نشوف اللي يعني فكرت تخش البرنامج وتبقى في المسابقه اكيد عندها قدره عاليه جدا في الطبخ، وده اللي احنا عايزين نشوفه النهارده، ولكن بعد الفاصل اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكل، مساء الفل، اخباركم ايه؟ الحمد لله. منورنا ومشرفينا معانا الاستاذه هند والاستاذه دينا، اخباركم ايه؟ الحمد لله. كله بخير؟ الحمد لله. ايه الموضوع؟ تعرف بحضرتك استاذه دينا مظبوط؟ تمام. اهلا وسهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله بخير؟ الحمد لله. ايه الحكايه؟ ايه عندك النهارده؟ هعمل بكاتا فراخ بالمشروم. اوكي. بالوايت صوص. ماشي الكلام. استاذه هند؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. عندك ايه؟ هعمل صدور دجاج سبايسي وهقدم جنبها خضار. انا شخصيا مش سامع حضرتك كويس. هعمل صدور دجاج سبايسي وهقدم جنبها خضار. ماشي الكلام، خلاص متفقين. طيب انا شايف ما شاء الله بكالوريوس تجاره، وشايف هندسه، شايف سكه تانية خالص غير الطبخ، فهنطبخ وهندردش واحنا شغالين. ماشي الكلام، اتفضل اتفضل. هبدا باستاذه هند، ايه حكايتك مع المطبخ بقى؟ طمنيني. انا ماما علمتني من وانا صغيره، يعني من وانا في ابتدائي، ان انا ادخل المطبخ يعني واعمل اكل من وانا صغيره يعني. وتعلمت بس لما بقى كبرت شويه حبيت ان انا ادخل المطبخ واعمل بقى حاجات جديده يعني. مزاجك انت بقى؟ لا مش الحاجات اللي هي التقليديه، لا والمحشي وكده، لا عايزه ابتكر واعمل حاجات مختلفه. زي ايه ابتكاراتك مثلا؟ ايه اكتر حاجات مثلا انت حبيتيها او اول حاجه عملتها خالص دقوها عجبتهم جدا منك؟ يعني مثلا هم بيحبوا اللي هي بيتزا الطاسه دي، بيحبوا بيتزا الطاسه. بيتزا الطاسه اللي هي السريعه؟ بيحبوها جدا. ازاي دي؟ انا بعملها بالبيض بصراحه، وبعمل بالبيض اوكي وجبنه موتزاريلا، وبحط يعني ممكن احط مثلا زيتون جبنه رومي، طماطم، خضار، وممكن احط حشوه بقى، ممكن احط مثلا معاها بيبروني، ممكن احط اي حاجه يعني على حلوه. اوكي. طب حضرتك ليكي اكتر في الاكل الشرقي ولا الغربي؟ لا انا بحب الاكل الغربي. الشرقي بتاعنا ماشي كده. طيب دينا ايه الاخبار؟ هتعملي ايه بكتا؟ بكتا. طب قولي بقى ايه اخبارك في الاكل؟ الحمد لله حلوه. انا شايف ما شاء الله عندك اولاد، عندك عمر وعلياء. وعلياء عندهم كام سنه؟ عليا 4 سنين وعمر سنه. ما شاء الله، ايه اخبارهم في الاكل؟ يعني عليا بدانا بقى ان احنا دخلنا اول سنه المدرسه ما شاء الله، فبدات بقى ان انا يعني احاول ان انا احط لها مره الخضار مثلا جوه الناجتس. ده لازم الخضار اهم شيء. جوه البرجر، الحاجات اللي هي بتحبها، لان هي طبعا ما يعني لسه مش بتحب تجرب اي حاجه. اوكي. فبحاول ادخلها بقى مثلا على شكل مسلوق بس مفروم، مبشور بس متقطع، حاجات اللي هي يعني ما تضايقهاش وبرده ما تبقاش قافله. لا وحضرتك كنت دايما تقول في الحلقات بتاع الاطفال دخلوها جوه يعني مثلا أيوة. بيحبوا ناجتس، فنحط كوشه وجزر وبصل مع الناجتس. ولعلمك هتبقى فيها فايدتين، فايده تكون طبعا فايده غذائيه ما فيهاش كلام، والفايده الثانيه لما بحط مثلا في النجس على سبيل المثال مثلا نص بطاطسايه بتربط معايا وبتزود الكميه، حط مثلا نص كوسايه بتزود الكميه، وكمان بتدي خضار وطعم، تدي تحس ان دي عامله حاجه فريش. او ممكن كمان حاجه بانكيك مثلا بدل العيش احط دقيق وبيض وكده يمشي، ولبن طبعا بدل طبعا المية. يعني الحاجات دي كلها مفيده جدا ومغذيه. انت 4 سنين؟ فاربع سنين ده وسنه ما شاء الله ربنا يحميهم لك يا رب ويحافظ لك عليهم. دايما التاسيس من العمر ده تاسيس. لسه كنت حتى بتكلم امبارح حضرتك شفت الحلقه، بتكلم على التغذيه، مش بس الخضار اللي نحطه بقى، لا عايزين نطبخ كل يوم خضار. طبعا يعني كل يوم يكون عندنا مثلا حله رز، كوبايه الرز مطبوخه، وكل يوم عندنا اي كان من الخضار بقى، اي خضار حضرتك عندك. انا سمعت حضرتك لما كنت بتقول على الكوسه وكوسه، انا مش عايز بس اجيب 6 كوسه عشان بقص اقول انت مش بقى كوسه. على فكره انا ما كنتش بحبها، ولما حضرتك قلت كده بجد والله دقتها، كانت اختي عاملاها من فتره كده، فقلت لها انا متخيل يعني ما ليش في الكوسه خالص. اوكي. انت طب دوقي، فافتكرت حضرتك اللي قلت جرب.
فجربت والله طلعت جدا. كمان بقى حضرتك لما تاكليها هتلاقي اقول لك ياكلوها، خدي بالك المشكله اللي بنقع فيها دايما كابهات وامهات، يقول لك اصل الولد ما بياكلش مش عارف ايه، هو طالع لمين حضرتك؟ هو طالع لمامته وباباه ان ما شافهمش بياكلوا كوسه او ما شافهمش ياكلوا مثلا خضار، ما شافهمش بياكلوا الحاجات دي، فبالتالي هو ما عندوش قبول عن الموضوع ده. فده لازم حضراتكم زي ما احنا بنتكلم دايما، ودي حاجه على فكره مش جديده ولا حاجه غريبه ولا هي معلومه يعني بره الموضوع، لا بالعكس احنا اتربينا كلنا على كده. بس اتمنى الجيل الجديد اللي زي حالاتنا يعني امهات وابهات نركز في القصه دي شويه، لاني ممكن لو احنا شايفين الامور النهارده بشكل سريع وبنعدي اليوم وماشي ما تزعلوش وما تزعلهاش واطلبي لها اعملي لها مش عارف ايه، صدقوني الموضوع هيجي على دماغنا احنا بعدين. ازاي بتقول كده؟ بقول عشان التغذيه الاساسيه او تاسيس التغذيه المظبوط للطفل من العمر ما بيبدا ياكل بعد ما بيتفطم يعني، ده كل حاجه احنا يعني بالبلدي كده بنستثمر في صحته، يعني بناكله اكل كويس اكل صحي هنلاقي ده ان شاء الله بعدين. عملنا حاجات مش لطيفه هنعاني كلنا مشاكل كتير جدا، ممكن دايما تلاقي مثلا في ام تقول لك ايه لا والله اصل هو مشكلته سنانه ومش عارف فيها ايه، ما هو ده تغذيه من الاساس. انا ده اللي مش عارف افندم اتعلمته، بنتي اللي هي عاليه ما بتاكلش اي حاجه، يعني بتاكل صنف اتنين كانت عايشه على البطاطس المحمره، فبدات بقى مع ابني لا بدوقه كل حتى الحاجه الله. اللي انا مش بحبها يعني مثلا سي عند حد وعامل كوسه مثلا قبل ما اكلها اديله كوسه تمام. لان هو لسه مش عارف حاجه، فبدات اتعلمت اعرفيه وبطريقه كويسه. اه لا الحمد لله مش شرط يكون فانز زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم برده، مش شرط يكون حاطط صلصه كتير ودهون وحاجات فيها لحمه فيها مش عارف ايه، الافضل الخضار للاطفال، ودي نصيحه يعني من اخوكم لحضراتكم، اعملوا الخضار ساده، بلاش نحط جواه لحوم وبلاش تحط جواه لحمه فيها عظم وبلاش تحط لحمه جواه فيها دهون، لان حتى الكبير ممكن يقف مش الصغير بس. ليه بتقول كده؟ عشان هو ده الطبيعي، وانا بتكلم معاكم بكل صراحه. الحاجه طول ما هي معموله في منتهى البساطه والصوص يكون خفيف، صوص طماطم يكون خفيف ما يبقاش غامق، ما يقفلش اللي قدامك، ما يكونش حاجه تكون لونها مثلا هو مش حابب الشكل، فالشكل بيفرق كتير جدا. خليني اقوم ابص بصه على هندي ودينا اشوف اخباركم ايه. ايه بقى؟ قبلت الفراخ. انا مش سامع انت النهارده حد زعلك؟ لا والله انا خدت بالي حضرتك صوتك هادي، بس احنا عايزين نسمع صوتك طبعا ونوصل رساله للمشاهدين حضرتك بتقولي ايه. تمام. انا قبلت الفراخ ببصل بودر وتوم بودر وبابريكا وهريسه الشطه وزبادي وخل وزيت وتوابل يعني. دي التتبيله بتاعتك كده. برافو عليك. وبعدين هحطها على سخن. خلاص يلا حط على طول انزلي. عايزه بس اوطي شويه. انزلي الاول وهي سخنه كده وقت لما تاخد اول تقلبتين اسمعي كلام اخوكي بس. ايوه كده سامي بالله يلا. شفتي بقى هي الفشه الاولى دي بقى كده هي هتهدى لوحدها كده كده ما تقلقيش. طيب وحضرتك ايه الاخبار؟ نعم زي الفل. عايزه ادي لحضرتك حقك بجد يعني انا إيه؟ بقالي عايزه ادي لحضرتك حقك. على ايه؟ بقالي اكتر يعني انا متابعاك من ساعات ما حضرتك بتطلع على التلفزيون. عايزه اقول لك ان انا بكلم حضرتك من 7 سنين عشان نفسي اجي. لا والله لا والله على راسي ربنا يعزك بجد يعني حضرتك شكرا كتير كتير قوي اتعلمتها من حضرتك. على راسي يا اختي والله. قولي بقى بتعملي مني ايه؟ بتعملي ايه ده؟ بحمر المشروم بيحب الثوم ده والبصل؟ البصل عشان هو الصوص بس يبقى مسكر يعني يدي طعمه كويس. تمام. فبشوحه شويه اول لما يدبل هرجع الفراخ وازود بق مرقه واول ما تغلي كده اروح مزوده الكريمه واسيبهم بقى مع بعض. تعليم عالي ماشي كده برافو افندم شطار. وعلى كمان الفصل اللي جاي ان شاء الله كمان احب ارحب الفصل الجاي ان شاء الله يكون معانا استاذه ايمان والاستاذه الاء افندم. نانسي هاريم صباح الفل. حاضر صباح الفل يا سيدي. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. بشكرك جدا ربنا يجزيك خير عن كل المحتوى اللي بتقدمه. ربنا يعزك يا فندم. لا شكرا على وجهك. حتى نصايح وذوقك الغير متناهي مع كل الضيوف اللي بتستضيفهم. دول اهلي واخواتي يا فندم بينورونا. دي حاجه يعني مش اي حد بيوصل لها الايام دي. ربنا يدين محبه. تسلمي كلك ذوق يا فندم. شكرا. وتسلم ايدك على كل حاجه. حلقه البطاطس امبارح اللي في المسقعه يعني انا اصلا بحبها جدا بالبطاطس في المسقعه. انا استغربت كمان ان كل امبارح قاعد يهزر ويقولوا انت عامل نص ونص لا دي فكانت لطيفه جداً يعني. جدا بجد وكان شكلها حلو قوي كمان. بالهنا والشفا يا فندم. ربنا يخليك. كنت بس ليا عند حضرتك رجائين كده. فندم؟ كان ليا رجاء عند حضرتك. موري. ربنا يخليك الامر لله. بنتي بس نفسها جدتها نفسها تشوفها مع حضرتك قوي. وهي بنحاول نترك يعني بنتي جدتها نفسها قوي تشوفها مع حضرتك. تنورنا وتشرفنا يا سلام. بقى لنا كتير قوي وهي كل يعني عندها كام سنه بنت حضرتك يا فندم؟ 9 ما شاء الله. بتحاول وكل مره بتتفرج على حلقه اطفال ونفسها تشوفها مع حضرتك. تنورنا. بتعرف تعمل اكل ولا لا؟
طب يلا خلينا نحضر طبق. ولو تكرمت يا فندم ممكن بس استاذه نانسي مع زمايلي في الكنترول سجلي بيانات حضرتك او بنت حضرتك، ان شاء الله تشرفنا وتنورنا وتحياتنا كبيره جدا للحاجه كده. باذن الله. معلش سؤال كمان بقى، معلش انا اسف يا فندم. سؤال كمان انا اسف. تؤمري. الكفته المشويه بتطلع معايا مكتومه مهما حطيت، بس يا دوب بصلايه من غير ميه وكده، وبعد شويه لو بردت مش بتبقى حلوه خالص، بتطلع مكتومه قوي. بتغمق من حضرتك؟ بتغمق وتبقى مكتومه. طب لحظه واحده بس، خليكي معايا ثانيه واحده، لحظه واحده. نبي يا استاذ يحيى لو سمحت علي بس السماعه دي عشان اسمعها كويس، دي السماعه دي. طب بصي يا ست الكل. ايوه. بتبقى غامقه منك، مكتومه منك، دول عيبين. أيوة. سهلين ان شاء الله. ايه تاني غير الغمقان والكتمه؟ لا بس تمام، بيبقى طعمها حلو ومثلا وهي سخنه لسه حالا بعد طب كده. طب معلش سؤال تاني يا فندم، حضرتك بتحطي نسبه الدهون قد ايه؟ لا مش عارفه، هي بتيجي لحمه مفرومه من بره على طول كده. طيب يعني انا هجاوب عليك. حاضر دلوقتي. حاضر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، تحت امرك. ممكن بس يا جماعه حد يعلي السماعه دي لو تكرمتم سامعيني في الكنترول، عشان بس الصوت بعيد جدا عندي. يا فندم سمر هانم. ايوه ازي حضرتك. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا بيكي. ازي حضرتك يا شيخ؟ نحمد ربنا ونشكر فضل يا فندم. كنت عايزه اقول لحضرتك سلام. تؤمري. كنت عايزه اقفل المسابقه. تمام. وكنت عايزه اعرف بس صينيه البطاطس بالفراخ، لان بحب الفراخ البطاطس تطلع مكرمله هي والبصل. طيب يعني حضرتك عايزه سؤال عن البطاطس ازاي تتكرمل هي والبصل؟ بالظبط. حاضر. ايش حاجه ثانيه؟ شكرا جدا لحضرتك. اوامر الامر. يلا حالا سجلي في الكنترول. ها حاضر. ام جنى. حاضر. الو. الو ازي حضرتك يا ام جنى؟ صباح الفل. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، ازيك اخبارك ايه؟ الله يخليك حضرتك، منور والله. ده بقولك يا فندم كلك ذوق، تسلمي يا اختي. الله يخليك. انا كنت بشكر حضرتك والله، وبعمل زي حضرتك المكرونه المحمره بتعملها زي. لا بنعمل زيكم والله، كتر خيرك. لا استمي. والله ده احنا اللي اتعلمنا من حضرتك. العفو. العفو يا فندم والله، شرف ليا المكالمه والمتابعه والله. شكرا يا رب يخليك. استمي. الله يخليك. وبس يا عم هناء بنت اختي كانت شبكتها يوم الجمعه، والف مبروك. حنين. حنين تمام يا فندم. تمام. الله يخليك. وبس هجدد بس الاشتراك بتاع جنى، انا عامله مقدمه في المسابقه لجنى. طيب يعني حضرتك محتاجه ايه بالظبط دلوقتي؟ هجدد الاشتراك بتاع. حاضر. يعني لحضرتك مظبوط كده؟ حاضر مفيش مشكله. حالا يا فندم في الكنترول لو تكرمتي نراجع بياناتنا مع بعض وتجددي تشرفينا ان شاء الله. حاضر. بشكرك للمتابعه يا فندم جدا. شكرا جدا ليكي. حاضر. طيب خلينا اجاوب على الكفته وعندي البصل المكرمل بتاع الفراخ بالمره. معلش قبل ما اخد تليفونات. الكفته يا فندم نجاحها الحلو من حاجتين ابسط مما يكون. اولا نسبه الدهون اللي تكون موجوده في الكفته او في اللحمه او مع اللحمه المفرومه اللي هتبقى كفته بتمشي من 25% الى 30%. دي الدهون. طب الدهون دي لازمتها ايه؟ هي التست الحلو والجوسي واللون الفاتح ده من الدهون. تاني يعني انا شايف لو جبت كيلو لحمه حمراء اعملها كفته تبقى وحشه، اقول لك طب يعني اعمل بيها ايه؟ اقول لك هتمشي معانا في حاجات كتير جدا، بس مش كفته، مش حواوشي، مش برجر. لان البرجر ولا الحواوشي او الكفته كمان بالاخص، والكفته يمكن تحتها ثلاث شروط يعني مهم جدا، يعتمد اعتماد كامل على الفاتس اللي فيها او الدهون، وهي بتدي طعم الحلو المسكر شويه ده. فدي بتبقى معموله نقول مثلا من 25 ل 30% نسبه الدهون، يعني كيلو اللحمه هاخد كيلو الا ربع من عند الراجل وربع كيلو دهون من النوع اللي بشتري منه. يعني ايه مثلا؟ انا بشتري مثلا بقري هيبقى فيه دهون بقري، بشتري مثلا ضاني هيبقى فيه دهون من اللحم الضاني، هيبقى مثلا مديكي مثلا كيلو ربع مثلا من الفخذ وربع ليا، ربع مثلا من الدوش، حسب التفصيله من اللحوم. طيب دي بالنسبه للحمه ذات نفسها. طب هورته عباره عن ايه؟ التبيره بتاعته عباره عن ايه؟ ملح وفلفل وحبه جوزه الطيب. طب نحط بصل؟ اقول لك ماشي، بس مش هتبقى هي دي اللي احنا عايزينها بتاعه الفحم، هتبقى حلوه في الصينيه. طيب دي اول حاجه على موضوع الغمقان وموضوع التفصيله دي. طب مكتومه بقى، لازم اقوم عشان اوضح لحضراتكم تفصيله كده مهمه جدا في موضوع الكفته المكتومه. هريحك في حاجه بسيطه جدا ممكن نعملها. معلش حضرتك اسف اسف، لحظه واحده. عندنا حاجتين. الحاجه الاولى لو امكن ان ممكن يكون عندنا الخله الكبيره دي، اقدر بعد ما اعمل الكفته ابدا اصبحها عليها واشوي بيها، هتبقى الفراغ الداخلي ما بين الكفته ده هو اللي مش هيخليها مكتومه. ما عنديش دي
هجيب عندي اي خشب من الخشب بيكون افضل من المعالق الخشب بتاعتنا، وهبدأ هصبع عليها وابدأ في الاخر ممكن اشيلها. فالفراغ اللي هيكون من داخل الكفتة دي هو ده اللي هيخليها متنفسة مش مكتومة، فبالتالي تطلع معاك زي ما حضرتك محتاجاها. وزي ما اتفقنا اللون مهم جدا، ما يبقاش اللحمة مكتومة قوي او ما يبقاش فيها لحمة صافي قوي، حتى في الفراخ تمام. طيب خلينا نرجع تاني لك اجاوب معلش سريعا على صينيه الفراخ المتكرمله بالبصل. ما معنى كلمه متكرمله بالبصل؟ البصل المتكرمل، وده ما يمشيش بس بالفراخ، يمشي معايا في اللحمه، في العكاوي، امبارح لسه كنا عاملينه مثلا في السمان، التركيبات دي كلها يمشي معايا. طيب عباره عن ايه يا سيدي؟ عباره عن كيلو بصل او نص كيلو بصل حسب الكميه، وبجيب عندي معلقه سمنه فقط لا غير، وابدا ارشها عليه وعلى نار هاديه واسيبه هيبدا ينهار. كلمه كرمله اللي هو يبقى كارملايز او كراميل او لون الكراميل. طيب يعني الكراميل اللي هو الحلو ده اقول لك اه بس هو مش حلو، ولكن هيبقى هو ده اللون. لو عايزاه حلو تحط عليه معلقه سكر هيبقى حلو، بس لو انا هستخدمه مثلا في كراميلايز اونيون مثلا لبرجر او التركيبات دي، ولكن للبصله الطبيعيه. الفراخ عشان تاخد اللون الحلو برضو متكرمل بتتبليها كويس جدا، وبديها حبه بابريكا، وبعد ما بتسلقيها بعد ما بتطبخيها مثلا لو كانت مسلوقه او مشويه ممكن بفرشه فيها سنه زبده او سنه زيت، وتحطيها على وش السلمندر بتاخد لون القرمشه، وده يبقى افضل شويه من التحمير في الزبده او الزيت. افندم محمد باشا، الو استاذ محمد، معايا ازيك يا شيف عامل ايه؟ صباح الفل والهنا، اهلا وسهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك ان اتشرف، بقول لحضرتك نفسي اطلع معاك في المسابقه. انت تشرفنا يا استاذ محمد، نفسي اطلع معاك في المسابقه وكده. تشرفنا وتنورنا يا استاذ محمد، الله يخليك. حضرتك منين يا فندم؟ اهلا من سما حضرتك. حضرتك من منين بالظبط؟ من اسكندريه. اجدع ناس الاسكندريه. هتعملي اكل لما تيجي بقى؟ من سما حضرتك، حضرتك هتعملي لنا اكل ايه لما تيجي ان شاء الله؟ لا هتشوف مواد كتير ان شاء الله. ماشي كلام، خلاص انت اسكندراني اكلكم حلو، ويلا بينا حالا في الكنترول ممكن تسجل بياناتك وتشرفنا ان شاء الله. حاضر، حاجه ثانيه؟ تمام شكرا، صباح الفل يا حماد. تاني محمد، تاني محمد من الجيزه. محمد من الجيزه صباح الفل. صباح الفل عليك يا شيف. اهلا وسهلا بيك يا محمد، ازي حضرتك اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا شيف، كله بخير؟ تمام الحمد لله. انت عايز اقول لك بس حاجه الاول. تؤمرني. انت اللي فيه دوت وربنا راضي عليك، رضا والدتك ورضا ابوك عليك. ونعم بالله يا فندم يا رب جميعا يا رب. هو ده اللي محببنا فيك. ربنا يحبب فيك الناس انت كمان يا اخويا، وعلى راسي الكلام ده، شكرا. احنا انا عايز اشترك في المتابعه مع حضرتك. تؤمرني تؤمرني. يا ترى بتعمل اكل كويس ولا نص نص حماده؟ لا تمام ما تقلقش. انا مش قلقان، انا عايز اكل بس. لا الاكل الشعبي التمام. ايوه بقى انا انت كده فهمت سكتي ايه؟ حبيبي. طيب ممكن بعد اذنك تسجل بلدنا حالا في الكنترول؟ تمام، بس يا ريت عايزين نشترك في مسابقة بس عشان اوريك اكل. لا هو انا بقول لحضرتك والدتي بتاع والدتي الله يرحمها، اللي هي الاكل الشعبي بتاع الحواري بتاع منطقه امبابه كلها. الله امبابه ده منطقتي وحبايبي. انت بتتكلم في ايه؟ لا انت مشترك يا استاذ محمد، انت بتهزر. وبعدين انا بقول لك على الكنترول مع زمايلي، ده معناه ان حضرتك مشترك. ربنا ربنا يرضيك زي ما انت بتشرف كلها. وجمهوريه امبابه دي جميله بيسموها كده طبعا، وتحياتنا لكل اهلنا في امبابه، وصباح الفل عليك وعلى كل حبايبنا، بشكرك. حاضر يا استاذ محمد. افندم بلال باشا، صباحك فل. صباح الورد والياسمين، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام، منور الدنيا. امرني يا فندم. منور الدنيا والله. الله يبارك في عمرك. الله يخليك، منورين الضيوف اللي معاك وعاملين اكل حلو والله. كلك ذوق، ربنا يعز حضرتك. الله يخليك، انا قلت اصبح عليك كده. صباح الفل والهنا يا استاذ بلال. حبيبي يا شيخ والله. حبيبي. طب مش هتطبخ لنا بقى طبخه حلوه يا استاذ بلال بقى ولا ايه؟ هظبط واجي لك. ماشي الكلام، بشكرك، شكرا جزيلا يا استاذ بلال، تحت امرك. طب انا شايف ان هنا في اكل خلصان والناس عايزين فاصل، احنا خلصنا ولا ايه؟ اه الحمد لله. نورني بقى انت خلاص حالا يلا. عشان احنا كمان معانا الفصل الجاي ان شاء الله اتنين كمان من اخواتنا. بس انا حاسه ان عايزه بس حاجه طبق تقديم. عملنا بسين بكاتا. اه عملنا. لا هنغير الطبق. اه الطبق صغير كبير. ايه الاخبار؟ انا بس هاخد التراك تاني. وطيت النار برضو، ما سمعتيش كلام اخوكي. لا انا وطيتها دلوقتي عشان حسيت ان البصل خلاص. انت يا باشا الصوص بتاعك جوسي، خليه يكمل تسويته. يلا انت تمام. انا مش عايز اخد اكتر من كده على فكره، اصل انا من الناس بحب الخضار نص سوا. ولا انت رايك ايه في الكلام ده؟ لا انا حباه كده، بس انا قصدي ان انا وطيت النار عشان خاطر بس البصل كان هيغير لونه. اعمل اللي انت عايزاه براحتك خالص. طيب احنا عندنا فصل صغير. خلاص حضرتك خلصت؟ اه تمام انا خلصت. انا هحط كفايه تاني. لا لا ايه؟ انا هاخد بس شويه الصوص. يا ستي احنا مش عايزين قد كده، احنا هننقص منهم دلوقتي.
طيب نروق مكاننا؟ اه اوكي يلا بينا. طيب احنا عندنا فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله معانا كمان اثنين من ضيوفنا ينورونا ويشرفونا، بعد الفاصل اللي كمان فيه ضيوفنا نتجمع كلنا ونشوف بقى حكايه مين كسبان ومين خسران، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكل. طيب احب ارحب بضيوفنا الاستاذه الاء. اهلا وسهلا بيكي. اهلا ورانا. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله بخير؟ الحمد لله. هتعملنا اكل ايه النهارده؟ هعمل مكرونه بينك صوص بالجمبري. بينك صوص بالجمبري، صوص يعني مش ميكس. ماشي. استاذه ايمان اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورانا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله بخير؟ تمام. ايه الحكايه؟ هتعملنا ايه النهارده؟ هعمل دبيس مقرمشه. الله الله الله. جاهزين؟ تمام. يلا بينا وندردش واحنا بنطبخ. اتفضل. اوكي. شايف يعني ايمان هواياتك الطبخ. صح كده؟ عاشقه للطبخ. تمام. ايه الحكايه؟ الحكايه ان ماما كانت تطبخ واختي. تمام. فكنت احب اتفرج عليهم وكده، فحبيت الاكل وكده، فدخلت جربت لقيت ان انفع. من وانت صغيره ولا وانت كبيره؟ لا من 15 سنه كده، 14 سنه. ما شاء الله، يعني انت لسه وانت صغنن جدا. أوه. حبيت المطبخ. برافو عليك. طب حضرتك من الناس اللي بتعمل اكل شرقي اكتر ولا غربي؟ لا الشرقي، اكل ماما. شرقي. تمام. في البيت بقى حد بياكل من حضرتك ولا حد اللي بيعمل مثلا ماما تطبخ؟ لا انا اللي بعمل كل حاجه. برافو شاطره. برافو عليك. طب الاء هانم ايه الاخبار؟ كله تمام. شايف طب قولي لي انت خريجه، عشان انا شايف بس كذا حاجه فعندك. بس الحكايه انا 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 خريجه لغات شرقيه تركي في كليه الاداب. اوكي اوكي. بس بعد كده عشان انا بحب الرياضه يعني، فقررت ان انا اتجه للمجال ده اكتر. اوكي. واخدت كورسات وكده، ودلوقتي انا بشتغل فيتنس ترينر. ما شاء الله، مدربه لياقه بدنيه. برافو عليك. طب خلينا نرجع تاني بس للكليه. هي مكتوبه قدامي لغات شرقيه ولا لغات الشرقيه في الشرقيه او جامعه الشرقيه؟ لا لا، هي جامعه اسكندريه. اوكي. كليه الاداب قسم لغات شرقيه تركي. هي فيها كذا اسم. ايوه يعني. طيب تمام جدا ماشي. طيب حضرتك بقى من اكتر الحاجات اللي انت خلاص انت استقريتي ان انت مدربه لياقه بدنيه. بالظبط. برافو عليك. طب اخبار التغذيه ايه مع اللياقه البدنيه؟ كله تمام. هنا بقى نبذات، هل بتدي يعني سكادجول لكل المدربين اللي بتضربيهم ولا اخبار الاكل ايه؟ هو طبعا المفروض ان الاكل لازم يبقى هيلثي بقدر الامكان على قد ما نقدر. تمام. بس مش انا اللي بعمل البروجرام، بس انا ممكن ادي تيبس تساعد. مظبوط، ده اللي قصدي عليه. عشان انا مش نيوتريشنست. حلو. فبس ادي تيبس تساعد ان احنا يبقى هيلث لايف ستايل لينا. نبذه. بالظبط، يعني مثلا ممكن الفطار نحاول ان احنا نخلي الدقيق بتاعنا ما يبقاش ابيض، لو دي اسمر او شوفان ده هيبقى احسن. تمام. بستبدل كل الحاجات الغلط بالحاجات الصحيه. اوكي فهمت قصدك ايه. الغداء بنحاول نقلل النشويات اللي هي ملهاش لازمه، زي مثلا المكرونه اللي انا هعملها دلوقتي. ملهاش لازمه ازاي؟ لا يعني فيها المكرونه بحبها قوي. ايوه كلنا بنحبها قوي بصراحه، بس اللي هو يعني بتكون فيها دقيق كتير. أوكي. يعني بتتحول في الجسم سكر. ده اللي بيحب يبقى بيتدرب ولا بيعمل ده المفروض لكل الناس، ده هيلثي لايف ستايل. اوكي فهمت. يعني ممكن تكون مش بتتمرن، بس الاحسن ليك ان انت تعمل كده. اوكي فهمني؟ بس برضو فكره كل الناس حسب كل واحد وطبيعه جسمه. مظبوط ولا غلط؟ طبعا لان طبعاً. في بعض الناس ممكن تبقى فاهم مثلا ايه، لما مثلا اقول مثلا بروجرامز مثلا دي علاقه بالدايت. فممكن مثلا يليق على حضرتك بس ما يليقش مثلا على ايمان. اكيد، عشان كده لازم نيوتريشنست هو اللي يساعدنا اكتر. مظبوط. انا بدي تيبس فور جنرال. بس لو سبيشال كيس مش انا. اوكي فهمت قصدك. الكوتش او الدكتور بتاع التغذيه. بالظبط. لا مش الكوتش، الدكتور بتاع التغذيه. تمام تمام. لكن الكوتش ما بيديش تغذيه. لا لو اخد بقى كورسز وكده ومتوسع اكتر فيها. لان فاهمه دايما حتى كل الكباتن اللي بتبقى موجوده في بعض الانواع الجيمات او بعض اي نوادي حتى كمان، بيبقى هو عنده سكيلز شويه او عنده حبه معلومات. ايوه طبعا. واخد كورس عنها، فبيساعد ده على الاقل زي ما حضرتك قلتي اللي بيديكي البدائيات، ولو كمان في جسمك محتاج حاجه اكتر نلجا بقى لتحاليل والدكتور اكتر. بالظبط. يعني بقى ليها برده. ده حقيقي. شات تاني خالص. تمام. ارجع للدبس المقرمشه كده. بص كده، شايف في تلج وشايف في حاجات. اكيد عندي حاجه مختلفه. تمام. يعني ايه الموضوع؟ ما شاء الله، ايه بقى الحكايه؟ الموضوع ان لقيت ناس بتعملها، يعني ناس بتعمل مثلا تحط دقيق وزبادي وتخلي الصوص كده اهو، وتحطها في الزيت على طول. تمام. لقيت دي احسن. ايه بقى دي بقى؟ ان انا اعملها كده اهو في الدقيق. طب واحده واحده بس، خلينا نرجع للتتبيله، شكلها حلو جدا. أوكي. عملتي ايه انت؟ الدبس مفتوحه. تمام. تبلت عباره عن ايه؟ وحطيت ميه بصل ومرقه
وبهارات فراخ وملح وشويه بابريكا وشويه كاري. حلو قوي، برافو عليكي. وتبلتيها شويه وبعد كده تعملي ايه بقى؟ فلفل اسود، وبعدين هعمل كده يعني اخد في التتبيله. اوكي، هي المفروض تقعد شويه كتير. تمام، واعمل كده اهو واحط الدقيق. اه اوكي، دقيق لوحده ولا معاه حاجه ثانيه؟ ملح وشويه بهارات فراخ وشويه مبهره الدقيق بس، ما فيهوش نشا بس، ما فيهوش. لا 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 لا، هو التلج. حلو، ايه بقى موضوع التلج معاكي؟ فهميني. التلج هيخليها مقرمشه. اوكي، وهيخليها يعني تفضل مقرمشه كده على ماسكه نفسها شويه. ماسكه نفسها كده، هتعديها على التلج الاول. تمام، وبعدين في الدقيق، وبعدين انفضها كويس. يلا بينا خلينا نبص. اوكي، برافو عليكي شاطره، على طول وبتطلعي على طول. رجعتي يعني بتاخدي صدمه في التلج. تمام، عشان تاخدي بس رق تاني. أوه، فبالتالي معاكي كفر غير اللي انت حاطتيه. ونفضها كويس جدا عشان تدينا الشكل اللي هو بتاع بره. برافو عليك. طب وبعد كده تحطيها في الفريزر ولا تحمري على طول؟ عايزين، اللي عايز احطها في الفريزر شويه، بس الفريزر هيخلي الدقيق يمسك يعني تبقى معجنه. اوكي، مش شكل الفريش. هي لو تفضل كده في الثلاجه احسن. ثلاجه مش فريزر، بس خش حاجه من الثلاجه. لكن في الدقيق على الزيت على طول. من الدقيق على طول؟ على الزيت على طول. تمام ماشي، ممكن اعمل تاني؟ يلا براحتك، كملي على طول مش هشغلك. ارجع واشوف ايه الجمبري الحلو ده. ده جمبري كده شوحته بس ما خليتوش يستوي للاخر. شاطره. وبعد كده حطيت توم، زبده وتوم. شوحتهم، وبعد كده حطيت المشروم شوحته شويه. تمام، وحطيت دلوقتي الصلصه. وهحط دلوقتي الكريمه. الكريمه. طب استني قبل ما احط الكريمه، اديكي دبسه صغيره من اخوكي. طبعا ممكن. طبعا خدي عشان تسوي الصلصه قبل ما تحط الكريمه. حطي معلقه مغرفه مرقه من هنا اهو. يلا انا هسالك في حاجه هتفرق معاك جدا حتى في الطبق ده بعدين. أوكي، واقول لك حالا. على مهلك، على مهلك. يلا واحده كده بس حلوه، وفك بيها الصوص. يلا اتفضلي، انزلي فك الصوص خالص. ايوه، وبعديها على النار شويه. اوكي، فك الصوص. انا محتاجه ان انا اوطي شويه. وطي بس، اسمعي بس كلام اخوك وانا اريحك. اوكي، حط كمان نص مغرفه. حاضر، خليك تعملي صوص بينك، صوص حلو بس ليه تفاصيل. اللي بقول لك عليه ده، التفصيله دي مهمه جدا. قولي لي ليه؟ ليه؟ الصلصه معجون. اوكي، فانا نزلتها على نار سخنه فكلكعت، فلمت البهارات، فلما انزل عليها بالكريمه هتعمل اللي انت عايزاه، ولكن وهديك اللون انت عايزاه، وهديك اللي انت عايزاه، بس تفصيله التست هتختلف جدا. أوكي، لما البهارات دي والصلصه دي ياخدوا غلوه، ارجعي بقى على النار. اوكي، وتنزلي بالكريمه بعديها. بص صدق، بص بقى عامل ازاي لوحده. قلب من صلصه طماطم الى عصير طماطم. ايوه صح، صح كده. صح، لما اجي انزل عندي بالكريمه في الاخير، في الاواخر خالص، يبدا يجمع، يديك اللون انت عايزاه، والتسويه يكون مظبطين ايه الصوص بتاعك. دي تاتش كده سقطنا كده. حلو قوي، على تحت امر. ولا يا جماعه، انا بتعامل مع اخواتنا اللي بينورونا، مش ان هم متسابقين والموضوع مين بيكسب ومين بيخسر ومين لا، انا بحب دايما نضيف لبعض معلومات زي ما سمعنا كده من ايمان، اضافه معلومه مثلا التلج. برضو انا بحب دايما يعني ندي لبعض وناخد بعض كده افكار تكون لطيفه، ما يبقاش الواحد بس انا شايف حاجه مثلا تنفعها، لازم نقول لبعض ولازم يبقى في شيرنج. ولا ايه يا شباب؟ كل طبعا بتعلم حضرتك كده. العفو يا فندم، والله العفو. والله شوف، يلا بينا. استاذه نور كانت بتكلمني امبارح. يا فندم، استاذه نور كانت بتكلمني امبارح، انا ما كنتش مصدقه بصراحه. شرف لينا يا فندم. والله يعني اتفاجئت بصراحه، فعلا البرنامج بيتكلم عن مصداقيه. على راسنا، وده شرف لي ان انا جيت مع حضرتك بجد. والله كل بذوق وشرفنا، وكله من تعليم حضرتك. شكرا. طيب معانا تليفونات يا فندم. سميه هانم، صباح الفل. صباح الفل، اهلا وسهلا بيك يا بابا. ازي حضرتك؟ الله يخليك. يا حاجتنا، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا عموما لسه جاي من عمره، فيعني ايه ما شاء الله. ادعي لك يا حبيبتي، ربنا يعزك وعقبال الحج ان شاء الله، ويا رب يتقبل من حضرتك. اللهم امين، ويديك الصحه دايما والعافيه. انا فعلا عايز الله يكرمك، نفسي اقدم لبنتي 20 سنه ما شاء الله. بنوته هي خط عربي بقى، بس هي غاويه قوي قوي الطبخ ما شاء الله. بس ايه، قالوا لي ان انا ممكن اقدم انا لنفسي النهارده، وممكن هي ان شاء الله تبقى مره ثانيه يا فندم. وممكن تقدم لها كمان دلوقتي بالمره. والله يعني حضرتك حلقه وهي حلقه، وايه المشكله؟ لا طبعا برنامجكم تحت امر طبعا. الله يكرمك. فحضرتك دلوقتي قدمي الحاجه ساميه زي ما حضرتك تمام بتفاصيلك، ونقدم لاختنا بتفاصيلها، واحنا الجدول بنظبطه ان شاء الله، وتنورنا ان شاء الله. حاضر ان شاء الله، ربنا يعزك وتنورينا. ربنا يبارك ما بين ايديك يا ابني، ويصلح احوالك يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ربنا يعز حضرتك. شكرا، تسلمي يا امي. صباحك كله هنا. رقيه هانم، اهلا وسهلا. صباح الفل، ازيك؟ صباح الحمد لله يا فندم، كله بخير. اخبارك ايه؟ نحمد ربنا ويشكر فضله. طب الحمد لله. كتر خير. بقول لحضرتك، انت نسيتني ولا ايه؟ ما اقدرش انسى حضرتك والله يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي. بقول لك، انا كنت مقدمه عشان حلقه المحشي. تنورينا وتشرفينا، يعني لسه ما اتكلمتش حضرتك لحد دلوقتي؟
لسه شيف علي، انا نفسي اشوفك والله. والله تنوريني واليومين الجايين بتوع محشي حلو، انا جاهز. حاضر 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 والله. رؤية بنتي عمالين يزعلوها في المدرسه بسبب ان هي برده مقدمه وما جاتش. لا يا فندم تنورنا وتشرفنا. حاضر. بس الصراحه بقى حضرتك دخلت في المحشي الاول، يبقى احنا نعمل محشي الاول. ماشي متفقين. ماشي حالا في الكنترول يا فندم، سجلي بيانات حضرتك بالطبق اللي هتطبخه لنا ان شاء الله، وكمان نسجل لبنت حضرتك وان شاء الله تشرفنا وتنورنا. حاضر حاضر. المحشي يا جماعه لو لاحظتوا على البرامج اللي عملتها كلها الحمد لله وفضل ربنا، يعني من زمان جدا ما عملتهاش. في كام اكله كده ما بحبش اعملهم. انا واثق ومقتنع جدا جدا بكل حد ليه حاجته. يعني ايه ملخص الموضوع؟ في اكلات كده هي بتاعه ست بيت. هتهزر؟ اقول لك انا شخصيا لو عملت محشي لنفسي مش هاكله كعلاء، فعشان كده ممكن ما بعملوش. والله بتكلم بكل صراحه، ممكن اسكت واعدي السؤال. ليه بقول كده؟ المحشي الممبار فيه تفاصيل كده معينه هي بتاعه امهات، وبتاكلش غير من امهات. مهما اتخن شيف في الدنيا واحلى حد مهما يعملها هتبقى حلوه، بس مش زي بتاعه البيت. فدي انا حاجه بحترمها جدا في امهاتنا، وكلهم اشطر. انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا شطار جدا جدا جدا. الست المصريه احلى من 100 شيف. فعشان كده ان شاء الله نعمل حلقه محشي كويسه جدا من ايد امهاتنا. ومش بس هتكون حضرتك، اتمنى من زمايلي يسجلوا معايا الكلام اللي بقوله عشان تفتكروه. الحلقه دي هتبقى حلقه محشيات من 4 محافظات. كل محافظة هتنورنا إن شاء الله تعمل المحشي بطريقتها. محافظة القاهرة أي كان المحافظة دي هتشرفنا إن شاء الله في المكالمات اللي جاية. بس الحلقة هتبقى محشي بس، ومش شرط يكون جنب منه حاجة. احنا عايزين نعمل الحكاية الأساسية والإضافات دي، يعني اللي بحط بقى لحمة فراخ أي كان. ولكن في عندنا إن شاء الله في أقرب الحلقات اللي جاية حلقة محشيات مصرية من مختلف المحافظات. أفندم أم مسلم صباح الفل يا فندم. ألو. طيب احنا اسفين يا ام مسلم للتاخير، كلمنا تاني. يا ام علي حاضر. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا ام علي. صباح النور. اهلا وسهلا بيك يا فندم. احنا بنحاول نتصل بحضرتك كتير قوي، يعني بيحب حضرتك ونفسك. والله شرف ليا يا ام علي، ربنا يعزك. واسفين جدا للتاخير والله، احنا اسفين. معاك علي عايز اكلم حضرتك يا فندم. عايز اكلم حضرتك. حاضر يا فندم. حاضر معاك. انا صباح الفل يا لولو يا قمر. ازيك؟ الحمد لله. اخبارك يا صاحبي؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه انت؟ 6 سنين. ما شاء الله، سامع عنك جامد قوي في المطبخ، ايه الموضوع ده؟ ماشي. بتحب المطبخ؟ ايوه بحبه. وهو كمان بيحبك قوي على فكره. ماشي. وقول لي بقى بتعمل اكل مع بابا ولا لا؟ لا انا بحبك قوي وعايز اطلع معاك. يا حبيب قلبي هتنورني وتطلع معايا ان شاء الله، بس انا عايزك تتعلم طبق حلو من ماما. ماشي. طب قول لي يا علي بتاكل خضار وفاكهه ولا لا؟ باكل. اوعى ما تكونش بتاكل. اللي ما بياكلش خضار وفاكهه ما بيجريش البرنامج. انا بعرف اعمل لتو مكرونه بشاميل. الله الله. ماشي اشترينا يا باشا، خلاص متفقين. ماشي يلا مستنيك يا علي. ماشي يا حبيبي، ربنا يحميك انت وكل اولادنا يا رب. شكرا يا استاذ علي. حاضر. اشترك في المسابقه حالا في الكنترول. يلا حالا والنبي يا نور. يلا حاضر يا علي، ربنا يحميك يا حبيبي. يا بنات انا شايف احنا خلصنا ولا ايه؟ تقريبا. اللهم صل على النبي. جامدين قوي. وعندي كمان طبقين ما اعرفش شفتهم ولا لا، بتاع هند ودينا. ما شاء الله. شفت الباكيته اللطيفه دي عامله ازاي؟ حلوه جدا. انا بقى عاجبني اكتر بصراحه منظر الفراخ دي، وعجبني والله ما انتش حقها، هي طلعوا بره غالبا بس هيجوا الفصل اللي جاي ان شاء الله. عجبتني لان الفصل ده عندها فلطيف جدا. فين اطباقكم بقى انتوا؟ ايه الاخبار؟ انا خلاص قربنا نخلص. جاهزين؟ انت ايه بتحمري ولا لسه؟ اه انا خلاص. عندك ازاي؟ تمام تمام. امورك تمام؟ تمام. شطار. المكرونه دي عندك ده ليه؟ عشان شوفان يمكن. مكرونه بالشوفان، انا اسف انا قلت مغمقه قوي كده عشان حد سلقها في لا لا في شوربه ولا حاجه. برافو. طيب قولي لي بقى، انا شايفك واقفه ساكته كده. استاذه هند. ايمان. حضرتك في بكالوريوس تجاره؟ ايمان. انا اسف. ايمان مين؟ انا ايمان. ايمان. ايمان انا مع انت حضرتك قلت هند يا باشا، انتوا هتضيعولي. ايوه انا جايبه بس الورقه الاولانيه. ايمان هاني، شايفك واقفه كده خلاص خلصت ما شاء الله عليك. الحمد لله. انت هواياتك ايه؟ المطبخ. انا بحب المطبخ. واخبار دراستك ايه؟ تمام، اخدت الدبلوم. شاطر. وخلاص قعدت. ايه رايحه على فين؟ حابه رايحه على فين؟ كمل ولا مش حابه اكمل بصراحه؟ مش حابه. طيب
المطبخ هيروح معاك لحد فين؟ هل مفكره تعملي مشروع مثلا مطبخ او تكملي في السكه والله دي؟ والله انا كنت بفكر بس حبيت ان هو لا في البيت والاهل احسن. البيت والاهل احسن ان شاء الله، هم كسبانين والله دايما. طيب. انا والله كنت عايز اعمل لحضرتك محشي. طب بس الوقت. طب هقول لك على حاجه برده، ما تزعليش مني برده، من ايد امهاتنا. لا بس حضرتك الكلام ده. ما هو من ايد ماما برده. طب انا اسالك، حضرتك بتتابعي برنامج مطبخ، برامج مطبخ عامه؟ 24 ساعه. 24 ساعه حلوه قوي، انت كده جمهور المطابخ كتير غيرنا. لو طلع لك شيف وعمل لك محشي، مش زي محشي ماما طبعا واللي هي معلمه، هل هتعملي الطريقه دي؟ لا طبعا، ده اللي بتكلم عليه والله. انا عارف مشاهدي وحافظه كويس جدا. طب طلعت في البرنامج لقيت شيف بيعمل ممبار وفشه وكرشه، هتعمليها؟ لا، مهما كان دي اكلات امهات ولا أيوة انا طالع استاذه صح ولا صح. مش عارف، انا ما بحبش دايما يعني اقرب من الحته دي بالذات، مش عارف ليه، ومع اني قال ان بعمل حاجه كويسه، بس انا من وجهه نظري انا كعلاء الحاجه وانا بشتغل بيها لازم اكون مقتنع بيها طبعا. لو مش مقتنع بيها مش عارف اشتغل بيها. انا من الناس دي، لو مش حبيبها مش هشتغل بيها. ده مش معناه مش مقتنع بمحشي. المحشي حلو حلاوه بعشقه، ولكن دايما ماما قوي افندم، ماما قوي امهاتنا قوي، واللفه بتاعتها محدش يعرف يلفها، والخلطه محدش يعرف يعملها، حتى حاجات بالتحبيشه بتاعتها انا مهما جود حط زيت زيتون واحط مش عارف ايه، كله تجويد، واكيد شايف اكيد يعني الطريقه من الامهات صح. فانا من وجهه نظري اني لما اطلع اعمل حاجه زي دي، لا اطلع اعمل حاجه يعني انا اكون اقدر اساعد بيها صح. مش ابقى متساعد من الامهات واطلع اعمل فيها أنا يعني ماليش في الاكل الجديد وكده، انا بحب الاكل اللي هو بتاعنا البيت بتاعنا. لا اولا كمان في طبيعه عملي بعمل ده وبعمل ده، بس الاكلات المصريه بالذات لا طعم انا دايما عندي فكر ما بعرفش اغيره. كل حاجه ليها حاجتها، امهات بالذات ما تقربش منهم في حتت أيوة كده، مفيش تقريب يعني مفيش ليه؟ لاني هتجود هتطلع اوحش صح، حتى لو حلو بس مش زيهم. أيوة امهات دول ربنا يحفظهم ويديهم الصحه ويحفظكم لامهاتكم وامهاتكم يا رب دايما. انا عايز اقول حاجه لماما افندم، عايز اقول حاجه لماما. اتفضلي اتفضلي. انا بحبها قوي، وهي اللي دعمتني ان انا اشترك وان انا اجي، بحبها قوي، ربنا يشفيها ويخليها لنا يا رب. يشفيها هي كل امهاتنا يا رب، ربنا يحميها لك ويحفظك وبابا كمان، يحفظكم دايما يا رب لبعض يا رب. طيب انا عندي اخر فاصل، وبعد الفاصل ده ان شاء الله هنرجع يكون بقى معانا الاستاذه هند والاستاذه دينا ومعانا ايمان ومعانا الاء، ونشوف بقى الحكايه ايه بعد الفاصل. اتفضل. مع احلى بنات واحلى طبخات، والله عجبني طبخكم النهارده جدا، وعايز اقول لكم كمان مبسوط مع صغر سنكم ما شاء الله، كل واحده فيكم مسؤوله عن بخلاف تعليمها وتربيتها ما شاء الله، مسؤوله كمان عن بيت، يعني شايف حضرتك عندك اولادك وشايف حضرتك بتاكلي اخواتك، يعني ما شاء الله عليكم شطار، وكل واحده فيكم عامله طبق مختلف جدا. بس خلينا نرجع تاني عشان انا بس الاسامي بس ايه ما شاء الله قدام الاربعه دلوقتي. حضرتك اسمك ايه؟ هند. ها؟ هند. ايوه هند، انت عندك صفحه وقلت لي لسه عليها من شويه. حتى لو لسه لو ما لحقناش نجيبها انا عايزك تقولي اسم صفحتك ايه؟ اسمها هند اللبيني. بالراحه كده، اسمها ايه؟ هند اللبيني. هند اللبيني على الفيسبوك؟ حضرتك وعلى اليوتيوب سنة؟ بقيت ما قلتش من الاول الحلقه كنا طلعنا الصفحه وعملنا حاجات حلوه. طب شاطره قوي، هديكي برضو لحظه واحده بس، قولي لي بتعمل ايه في الصفحه؟ بعمل اكلات وحلويات، يعني بحاول ان انا ابتكر في الاكلات شويه، حتى لو هي مثلا بصور الحاجات بصورها واعمل مونتاج. عندك عندي حاجه في البيت بتظبطي عليها كل حاجه؟ بالظبط. طب هل بتبيعي ولا بتعلمي؟ لا انا حاليا بعلم، لكن انا لسه ما دخلتش في البيع. ليه؟ لسه ما دخلتش في مرحله البيع. طب بتخش ايه اللي منعك؟ لا مش حاجه منعاني، بس انا قلت ابدا الاول في التصوير. يعني التصوير هيبهر الناس في ان انا ابيع، يعني هو اللي هيخلي عينيهم تطلب، يعني لما يشوفوا الحاجه ويشوفوها حلو. مظبوط مظبوط، برافو عليك. طب والامور كويسه معاك كله تمام؟ لا الحمد لله شاطره. يبقى اسمها قولي هند اللبيني. هند اللبيني صح كده؟ صفحتك اسمها، انا بحب بس اساعد اخواتي بصراحه والله، فلو حد هتلاقي عنده صفحات ليها علاقه بالمجال يعني اتشرف اكيد، ونقول على كده. وعلى فكره احنا بنعمل حلقه كل شهر لاخواتنا زي حضرتك اصحاب المشاريع، يمكن ده البرنامج الوحيد الحمد لله في جمهوريه مصر. انا كنت فاكره ان المشاريع لازم تكون لازم كل شهر ليكوا حلقه. بينورونا اخواتنا اللي بتعمل مشروع كله من خلال الاكل، نحاول يتنورنا ونشوف صفحتها ونشوف اكلاتها ونفهم حكايتها مع المشروع. في مشروع بيبقى تجاري يعني بيبيعوا اكل مثلا البيع، زي كاترينج او بيبعتوا الاوردرات ديليفري، وفي مشروع تاني زي حضرتك ما بيبقاش معتمد على البيع والشراء بس على التعليم، ولكن ده كله يهمنا نساعد حضراتكم فيه ونشجع بعض تقف كده العجل عشان كله يبص ويشوف كل واحد بيعمل ايه. حاجه حلوه شطار، وعجبني جدا ما شاء الله مستواكم النهارده في الاكل. نرجع واحده واحده ونتكلم على المكرونه بالجمبري البينك صوص، شكلها رائع، داخل مقرمشه مفاجئين شطره، برافو عليكي.
البكاتة رائعة وعجباني جدا وزي الفل. والطبق الأخير كمان ده عجبني جدا كمان في حاجة تانية، مش بس شكله حلو، انت فاصلة الموضوع. يعني هو الطبيعي هو رايح على شاورما، مش رايح على شاورما، بس هو هي الوصفة أنا عملتها مرة فعجبتني، يعني دخلت فيها التوابل. بتسميها إيه؟ هي دجاج سبايسي. دجاج سبايسي؟ فراخ يعني مشطشطة يعني ولا سبايسيز ببهارة؟ لا هي سبايسي، هي عشان فيها شطه، عشان تحط فيها هريسه. بس هي شكلها حلو جدا، وعجبني الفصله ما بين الخضار لوحده وكمان الفراخ لوحدها. بجد انت شطار جدا، واتمنى تكون النهارده يعني انبسطتوا زي ما احنا انبسطنا، واكيد الساده المشاهدين كمان استمتعوا بحضراتكم. واتمنى دايما الامام، وربنا يحميكم ويحفظكم لاهاليكم دايما، ونشوفكم دايما كده بنات مصريين شطار كده في كل مجالات، ان كان تعليمكم او بيوتكم او اي كان. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى لو حد حابب يقول اي شيء تحت امركم. انا عايزه اشكر حضرتك جدا ان البرنامج محتواه حلو جدا، يعني ان هو يبقى متنوع، وكل فتره بتجيب حد، يعني امهات الكبار طبعا ربنا يبارك فيهم، والاطفال الصغيرين دول انا الحلقه دي انا بعشقها، وذو الاحتياجات الخاصه، واتمنى ان محمد اخويا يطلع مع حضرتك. مين؟ يعني محمد اخويا هو ذو احتياجات خاصه. يا سلام ينورنا. اتمنى ان هو يطلع. طب ما قلتيش انت ايه؟ لا انا معلومات في الاخر. انا مقدمه له، بس هو قالوا لي لسه يعني. عنده كام سنه؟ محمد عنده 21. ما شاء الله. وايه اخباره؟ هو مش هيعرف يعمل اكل، بس هو بيحب الاكل. شفته دلوقتي؟ اسمه هو محمد ايه؟ محمد طلعت. محمد يا محمد صلاح؟ محمد طلعت. محمد طلعت. انا النهارده مالي في ايه في ودني؟ معلش انا اسف، حجزنا بقى. محمد طلعت لو شايفني يا قمر يا جميل، انا مستنيك ان شاء الله عشان نعمل مع بعض اكل حلو جدا ان شاء الله. هستناك. وحضرتك بعد ما نخلص الحلقه ان شاء الله مع زمايلي في الاعداد، او في بعد ما اخلص ان شاء الله، سجلي اسمه وان شاء الله ينورنا في اقرب حلقات ان شاء الله. دول اولادنا. شكرا لحضرتك بجد على كل حاجه بتقدمها بجد، يعني محتواك جميل جدا، وانا متابعاك من زمان جدا، يعني اتعلمت من حضرتك كل حاجه حلوه. على راسي يا اختي والله، وشرف لينا، ولا شكر على واجب، واتمنى ان شاء الله ربنا يقدرنا جميعا. نحاول نسعد حضراتكم ونسعد كل الساده المشاهدين. الاكل انا مش هتكلم النهارده مع حضراتكم بقى من مركز اول ومركز ثاني، اتمنى يعني يكون اهم حاجه الحلقه عجبت حضراتكم، وانتم كلكم ما شاء الله بالنسبه لي شطار جدا، وكمان عجبني اضافتكم، وعجبني كمان فكر كل واحد فيكم في الاكل عامل ازاي. الهدايا اللي ورا دي من البرنامج لحضراتكم، وبقى كمان هتنفع كل واحده فيكم، الخلاط والهاند بلندر الحاجات دي عشان تفتكروا وانتم بتطبخوا في البيت ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى يا رب دايما كده في نجاح في كل حاجه حلوه لحضراتكم. شكرا لحضرتك بجد، احنا اتعلمنا من حضرتك كل حاجه بجد. ربنا يعزكم. شكرا، نورتونا وشرفتونا. اي حد عايز يقول حاجه؟ شكرا للاعداد كلهم والله، واستاذه نور واستاذه امناء كلهم بجد ناس محترمه جدا جدا جدا. شكرا لاستاذه رباب وحضرتك كمان والله. شكرا، شكرا يا فندم. شكرا يا فندم، ربنا يعزكم. زمانكم شفتوا النهارده اخواتنا البنات جم دلعونا النهارده بأجراءات حلوه، اتمنى ان شاء الله الحياه الجايه تبقى احسن واحسن. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم. هديه بقى.